وإلى وصلنا باب العبود. الحمد لله رب العالمين بفوز بالسوق القطرين. وصلنا باب العبود بفضل الله عز وجل. إن شاء الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك سيدنا حبيبنا وقائدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين الذي سوانا بهذا الذي يجيب عن يتيم. ارحموا الشعب. تعبنا يا رب أنا طلبتنا. ارزقنا صلاة فيه قبل الممات يا رب وارزقنا الإخلاص. اللهم يا رب العالمين. مرة جديد على باب العبود خرج باب أسوار المسجد الأقصى المبارك. صلينا الحمد لله رب العالمين وتقبل بدنا بجميع أهل المسلمين جميع أمة المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إن شاء الله رب العالمين السنة الجاي تكون فلسطين محررة من داعش الاحتلال الإسرائيلي بفضل الله عز وجل، وليس ذلك ببعيد على رب العالمين. وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أبي خالد إسلام القدس الشريف. طبعا كما ذكرنا انه قبل اليوم المسلمين بجميع الضفه الغربيه اكثر من 250,000 مصلي طلع حتى الناس اللي طالعه من المسجد بعد صلاه الجمعه الثانيه. الاعداد تتكلم عن نفسها، الصوره تتحدث عن نفسها. اعداد هائله بفضل الله سبحانه وتعالى. وبعدين في هذه الجمعه الثانيه احنا بنصور بباب العبود، اكثر الابواب اللي بعتمدها ناس بيدخلوها. طبعا زي ما انتم شايفين رجول احترام واقفين على الحواجز هون، واقفين حاطين تحت اي شيء خوفا من حدوث اي شيء غير متوقع. الآن متوجه إلى الباص عشان يروح يا جماعة. والله العظيم بنيك نشف حسب العظيم قد اليوم. إن شاء الله رب العالمين في ميزان حسناتنا يا رب العالمين. كله أجر بفضل الله عز وجل، وإحنا جايين وإحنا رايحين كله أجر على الله سبحانه وتعالى. معاناة السفر، معاناة الدخول على الحواجز، معاناة الدخول للمسجد الأقصى والأعداد الهائلة اللي موجودة في المسجد الأقصى خلي الواحد طبعا يتعب. نتمنى انه وقتها يجي المغرب عشان يفطر يشربوا كاسة مي او كاسة ليمون او كاسة عصير. بنشوف احنا كعك العيد، كحك العيد. هذا كم ب10 يا كبير؟ هذا كم ب10؟ هذا كم ب10؟ فيش ب10. شو يعني في السبع شراب؟ مش فاهم. سلام عليك. يعني أكب واحد ب10 يا رجل. أكب كعكة ب10. خلص. قديش بدها؟ خلص. 4 بكره، 3 قبل شوي 5 ب10 صح؟ قلت 3 دقائق 5 ب10 مضبوط؟ ايش مالك؟ ايش مالك؟ ليش بتتحرك؟ على 6 عند الله خير، على 6 حكايات خير. بص بدي اشوف يا زلمه عشان بصور. يا الله بدي اشوف، والله ما بدحتش، والله بدي هات 10. صب بدين، انا زي زيك اذا بتبطلش فيي، انا صاحب بتبطلش فيي. انا صاحب ما تصورش الا لما تطلب. بس انا بدي اشرب بدك يا زلمه، انا بصورش انا عشان ما تجي شو، عشان ما تجي الناس اللي برا شو، شو اهل القدس يا زلمه، هيك بتوجه للقدس ولا ناس. ما هو التصوير